مرحبا بعودتك أميري الصغير. جدول الثلاثة يدعوك لتذكر معه جمل الضرب سوية. هيا بنا. 1 ضرب 3 يساوي 3. 2 ضرب 3 يساوي 6. 3 ضرب 3 يساوي 9. 4 ضرب 3 يساوي 12. 5 ضرب 3 يساوي 15. 6 ضرب 3 يساوي 18. 7 ضرب 3 يساوي 21. 8 ضرب 3 يساوي 24. 9 ضرب 3 يساوي 27. 10 ضرب 3 يساوي 30. أحسنت يا بطل الصغير، أنا متأكدة أنك قد حفظت جمل الضرب لجدول الثلاثة، أنت رائع. ما هذا؟ إنه العدد 4. أها، أظن أن جدولا جديدا سنقوم من خلاله بإيجاد نواتج جديدة أخرى. نعم، إنه جدول 4. مرحبا بكم صغاري، أنا جدول الضرب في 4. إذا كان ثمن الكرة الواحدة 4 دنانير، فما ثمن 3 كرات من النوع نفسه؟ لدي المربعات التالية، ولدي الكرات التالية، كل كرة ثمنها 4 دنانير. ألاحظ أن العدد 4 يتكرر في كل مرة، إذن التكرار في جدول 4 للعدد 4. ركز معي يا صغيري، التكرار في جدول 4 سيكون للرقم 4. لدي هنا 3 مجموعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة، وكل مجموعة ثمن الكرة فيها 4 دنانير. إذن أكرر الرقم 4 3 مرات، 4 زائد 4 زائد 4. عدد المجموعات 3، و3 ضرب الرقم المتكرر 4 يساوي 12. 3 ضرب 4 يساوي 12. 3 ضرب 4 يساوي 12. ويمكن أن نكتب جملة الضرب بشكل عمودي، 3 ضرب 4 يساوي 12. كم عدد القبعات في المجموعة الواحدة؟ كما ألاحظ أن لدي مجموعة واحدة، هذا المستطيل الذي فيه مجموعة من القبعات هو مستطيل واحد، مجموعة واحدة، إذن عدد المجموعات مجموعة واحدة. ضرب، في المجموعة الواحدة يوجد لدي 4 قبعات، 1 2 3 4. 1 المجموعات ضرب 4 يساوي 4 قبعات، ولأتأكد منها أعد القبعات جميعها، 1 2 3 4، إذن الناتج 4 قبعات، 1 ضرب 4 يساوي 4. هيا يا صغيري، أظن أننا أصبحنا مبدعون في خطوات الضرب، الجمع المتكرر والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد، لكن سأنتبه هنا إلى جملة الضرب. ماذا تلاحظ؟ نعم، أنا لست في جدول 2 ولست في جدول 3، في أي جدول أنت؟ نعم، أنت في جدول 4. وأول جملة ضرب لدينا في الجدول 4 هي 2 ضرب 4، وكما تعلمنا أن العدد الأول هو عدد مرات التكرار أو عدد المجموعات، أما الرقم الآخر التكرار أو العنصر المتكرر هو الجدول الذي أكون به، وهو العدد الذي سيتكرر في كل مرة حسب
عدد المرات. الآن بالنسبة لخطوة الجمع المتكرر، سنقوم بتكرار العدد 4 مرتان. أكرر العدد 4 مرتان كما يلي: أقوم بتكرار الرقم 4 مرتان. هكذا يكون الحل. أتأكد من حلي: 4 كررتها مرتان حسب عدد مرات التكرار. خطوة الرسم: سأرسم مجموعتان، وفي المجموعة أضع كم عنصر؟ نعم، أضع 4 عناصر في مجموعتان، في كل مجموعة 4 عناصر، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. في كل مجموعة أضع 4 عناصر. نعم، أحسنت، مجموعتان، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وفي كل مجموعة 4 عناصر. خطوة الكتابة: وكما أقرأ أكتب. لدي 2 ضرب 4، 4 كررتها مرتان، إذن أنا لدي 4، وأكتبها بخط جميل. أحسنتم. جملة الضرب: أعود لتكرار جملة الضرب نفسها، 2 ضرب 4 كالتالي: 2 ضرب 4، لكن يجب علي في هذه الخطوة إيجاد الناتج. 2 ضرب 4 يساوي، نعم أحسنت، 8، مجموعتان وفي كل مجموعة 4 عناصر، 4 8. ومن خلال خط الأعداد في هذه الخطوة يجب أن أنتبه جيدا، لأنني في جدول الأربعة لا يجب علي أن أعد اثنينات ولا ثلاثات، سأقوم بالعد 4، لأنني في جدول الأربعة. عزيزي الطالب، لا تنسى في خطوة خط الأعداد أن تنتبه جيدا لما ستقوم بعده على خط الأعداد. نبدأ بالصفر على خط الأعداد: 0 4 8، وأقفز قفزتان لأنني قمت بعمل مجموعتان وكررت 4 مرتان. على حسب عدد مرات التكرار أقفز القفزات، قفزة قفزتان، لأجد الناتج وأقف عنده. الناتج 8، واثنان ضرب 4 يساوي 8، 2 ضرب 4 يساوي 8. كرر معي: 2 ضرب 4 يساوي 8. لننتقل إلى جملة الضرب التالية: 3 ضرب 4، بخطوات الضرب السابقة. الجمع المتكرر: ما العدد الذي سأقوم بتكراره في خطوة الجمع المتكرر؟ نعم، إنه العدد 4. كم مرة سأقوم بتكراره؟ نعم، 3 مرات. كررنا الرقم 4 3 مرات، لأن العنصر المتكرر هو الرقم 4، وأنا في جدول الأربعة. الرسم: كم مجموعة سأرسم؟ نعم، سأرسم 3 مجموعات. وفي كل مجموعة سأضع 4 عناصر. واحد، 2 3 4.
في كل مجموعة 4 عناصر. مجموعة، مجموعتان وثلاث مجموعات، وفي كل مجموعة 4 عناصر، 1، 2، 3، 4. خطوة الكتابة، كما أقرأ الجملة أكتبها 3 أرباعات. أنا أقوم بالعد 4، لذلك أقرأ 3 أرباعات. جملة الضرب نفسها 3 ضرب 4 ويساوي 12. نعم، 3 ضرب 4 يساوي 12. 3 ضرب 4 يساوي 12. كرر معي يا صغيري. خط الأعداد، سأقوم بالعد 4 على خط الأعداد، ولا أنسى ذلك في جدول الأربعة. العد 4، أبدأ بالصفر، 0 4 8 12، وأكيد أنني سأصل إلى الناتج 12، وأتأكد من عدد القفزات على عدد مرات التكرار 3، قفزة قفزتان 3 قفزات لأصل إلى الناتج 12. كرر معي، 3 ضرب 4 يساوي 12. هيا أيها المبدع، قم بحل المسائل التالية على دفترك بشكل مرتب وخطوات مرتبة وبحل صحيح. 4 ضرب 4 و 5 ضرب 4، جد ناتجهما بحل صحيح على دفترك وبشكل مرتب. 4 ضرب 4 لتصل إلى الناتج 16، و 5 ضرب 4 لتصل إلى الناتج 20. 4 ضرب 4 يساوي 16. 4 ضرب 4 يساوي 16. 5 ضرب 4 يساوي 20. 5 ضرب 4 يساوي، نعم أحسنت، 20. والآن جد ناتج 4 ضرب 4 و5 ضرب 4 بخطوات الضرب، الجمع المتكرر، والرسم والكتابة وجملة الضرب وخط الأعداد، ولا تنسى أن تعد 4.